وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة على اليوتيوب، معكم الفنان توفيق الذهبي، عازف الأورج والموزع الموسيقي في البرنامج التعليمي للأورج بأشهر الأغاني العربية والمغاربية. فالمرجو دائما منكم السبسكرايب واللايك والشير لتدعمونا ولنواصل أكثر. بطلب من العدد من الإخوان غنديروا أغنية ناسي ناس للفنان المرحوم محمد رويشة، أغنية أمازيغية من أشهر الأغاني الأمازيغية، فنتمنى لكم الاستفادة. أولا أغنية ناسي ناس للفنان المرحوم محمد رويشة هي بياتي على الري، وماشي بالضرورة تكون بياتي على الري، فممكن تكون بياتي على الضوء أو على الله حسب الطبقة الصوتية لكل مطرب أو مغني غيغني هذه القطعة. فأنا ما عنديش اللغة الأمازيغية فغنكتفي فقط يعني بالعزف. البياتي على الري على الشكل التالي، البياتي على الري كتكون فيه المي بالربع تون والسي بيمول، البياتي على الري كتكون فيه السي بيمول والمي بالربع تون في السلم الموسيقي. غادي ناخذ الصوت ديال وتر، غادي ناخذ الصوت ديال الوتر، وناخذ ايقاع زيان او شعبي عادي، حنا فضلنا ناخذ ايقاع زيان على سرعه 110، على سرعه 110، ثم نبداو الموسيقى. كانت هذه يعني عزف شامل يعني كامل باش تاخذوا على الفكره، والان غنحاول نفصلها بشويه. ففي البدايه كتبدا من ري، من هنا كتبدا يعني غي مي فا هي الاولى، غي مي فا سول فا سول فا مي غي، غي مي فا سول فا سول فا مي غي، كننتهيو بحال بهاد الطريقة. نعاودو هاد المقطع الأول، نعاودوها باش تبسط أكثر، لأن بعد إخوان تيقول لك بأنني كنزرب شوية. المهم نحاولو نبسطوها، واخا هي صعب أنك تبسطها أكثر. غنبداو مري من هنا، ري مي فا سول فا سول فا مي غي، فا فا سول فا مي غي، فا فا سول فا مي غي، دو مي غي.
غنبداو من هنا من اللقطه في المقطع الثاني. عودا لوفين، حاش لانني ما عنديش الكلمات الامازيغيه، ما عنديش، ما حافظهاش، فانا كنحاول فقط بالموسيقى وانتم تكملوا من دماغكم اللي حافظ الاغنيه يعني ككلمات او كيعرف الكلمات. نعاودوا هذا المقطع، المقطع اللي طالع من لا، من هنا لا لا سول لا سول فا سول فا، لا لا سول لا سول فا سول فا، لا دو لا سول لا سول فا. انا كنحاول نبسطها يعني كنحاول. ناسي ناس ناسي ناس ما يريح من الزمان، ما يريح غير الزمان غير الزمان، لو دارو بالنسبة للبيتش. أنا خليت البيتش يعني كل واحد كيفاش غيخدم بها، يعني كندير البيتش هنا في الفا يعني كطرق هذه. الان دابا كما درناها بالتفصيل، الان غنديروها بشكل عام يعني الموسيقى كامله باش تاخذوا لها فكره عامه. كما لاحظنا فاحنا خدينا واحد الفكره عامه على اغنيه ناسي ناس للفنان المرحوم محمد رويشه. نتمنى لكم الاستفاده والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.